يسعد صباحك اردنا لجوادي ظلل بجناحك تل وسهل ووادي مود ورياح تصبح عالبوادي عنا تزهور تفتح محل بلادي بلادي يسعد صباح بلادي شوش العز موطننا يسعد صباح بلادي روحنا الدم ترابه رد الروح نسمته يسعد صباح بلادي حمل الغيمة العالي سلامات نوديها يسعد صباح بلادي لهل الغربة الغوالي لهل الغربة الغوالي ديرتنا اشتاقت لهم يسعد صباح بلادي يسعد صباح بلادي يسعد صباح كل اللي بيشاهدونا واللي انضموا الآن لمتابعة برنامجنا بنصبح بالخير مرة جديدة على سيد البلاد ومنبارك له باختياره سمو ولي العهد الأمير سمو الأمير حسين بن عبد الله وليا للعهد أجمل مناسبة وأحلى أيام منعيشها في البادية الأردنية دارت عجلة التنمية بانتظام لتتجسد الرؤية الملكية ويصبح حلم الزراعة والإنتاج على أرض الصحراء واقعاً ملموساً من خلال الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الذي يسعى إلى تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأبنائها. الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية أنشئ بإرادة ملكية سامية فيا شباب ويا نشامة كيف الهمة؟ كيف الهمة؟ والمعنوية والمعنوية حيوا من نشامة فعلوا كلمة ضوية البلاد شد الهمة خلوا ولادنا ضلوا بنعمة نستضيفها الصباح فنانة جاءت من تونس الخضراء شيماء الهلال يسعد صباحك شيماء صباح النور والخير والفل نحن نقوله بالتونسي ليك ولكل مشاهدين اكرام اهلا وسهلا فيكي منوريتنا بهالطله الجميله كنا عم نحكي انا وياكي خلال الفاصل انه النجم بيخلق نجم يعني بتكون عنده مواصفاته موجوده فيكي كلها يا شيماء اولا باخلاقك الجميله وطلتك الحلوه وصوتك الناعم ثانك يو حبيبتي انت عيونك حلوين انا كنت من شويه كنت نقول لها عيونها خضر فيا ريت الكاميرا مان يفوت هيك بوم على عيونها قد ايه حلوين ما شاء الله الله يسعدك كاني بمنام وما صدق يجي الوقت يسعد أوقاتكم وأحلى تحية لكل اللي عم بيتابعونا هلأ إجا وقت برنامج الشباب برنامج بكرة إلنا وطبعاً تحية كتير مميزة مني ومن كل أسرة البرنامج لكل الشباب والصبايا اللي عم بيتابعونا
كثير منكم بيسألوا ليش فقرات هالبرنامج منوعة هالقد، وأنا دائما بقولكم إنه هالتنوع في البرنامج بيوافق التنوع اللي موجود في شخصياتنا إحنا كشباب وصبايا، احتياجاتنا كثيرة ومتعددة، وبتمنى من خلال فقرات البرنامج المختلفة إنه نكون قادرين إنه نلبي هالاحتياجات، ونقدر من خلال فقرات البرنامج إنه نلبي كل جوانب حياتنا إحنا الشباب. قوي قلبك هالفقرة الرياضية اللي كتير من الشباب والصبايا اللي بتابعوا برنامجنا بحبوها. لكل اللي عم بتابعوا برنامجنا أكيد هلأ صار يعرفوا هالفقرة عن إيش عم تحكي. بكل حلقة من حلقات برنامجنا عم نحكي عن رياضة أو واحدة من المهارات اللي بتهمنا إحنا كشباب وصبايا. Ridana priklauso mums. Bukra ilna. Ahona pojovi. Morgenstunden. Akid bukra ilna. Bukra ilna. Demain nous appartient. Bukra ilna. Bukra ilna. الثانية بحلقة اليوم شو في جديد، واللي نتعرف خلالها على الأخبار الفنية وعالم المشاهير. رح نكون مع قمر، ويلا يا قمر احكي لنا شو في عندك جديد لليوم. شو في جديد؟ في هاي الفقرة رح نحكي عن أخبار أهل الفن على صعيد الغناء والتمثيل، واليوم رح نحكي عن ثلاث أفلام عم تعرض حالياً في عمان، انتربريتر ومستر أند ميسيس سميث وحمادة يلعب. تعالوا مع بعض نشوف مقاطع من هاي الأفلام. مشوارنا لليوم، وتذكروا دايما بس على مزيكا على التيفي.
فارس كرم. أنا جنس اللطيف بحبه وأنا مغني كيسك. بحبني عارفة نورة. قديش الجنس اللطيف بحياتك مهم فارس؟ قد ما بدي قولي. قال لي خربت لي بيتي، قلت له ليه؟ قال لي بطل اسمي سليم سلام، قلت له ليه؟ قال لي سليم التنورة، سليم التنورة. اللي بتأثر تنورة، اللي بتأثر تنورة، بلحقها عيون الشباب. أثر في وبعلي شوي شوي علي، ساكن في وحولي بقلبي وبروحي. لما بدي منك ورد بدي بالحنين، ضلك حد الدفينة نسي جروحي. طبعا وصلنا هلا لمفاجأتنا لليوم اللي انا قلت لكم عنها ببداية الحلقة. فنان اردني شاب مثل القمر، من نظرة واحدة خلونا عليكوا قالوا لا عليك، من خلاص ويا انا حبيبي قلبي وروحي معاه، حياتي هوايا اغلى حبيب في حياتي انا. جمهورك اللي بيحبك في تعطش لنديم نور، نديم نور بعيد، حابين نعرف شو سبب هالبعد. والله مش ما فيش سبب، هو بس عشان انا بخلص شغل في مصر، فبحب انا من النوعيه اللي بخاف على شغل كتير، فبحب اضلني واقف فوق راسي فوق راس شغلي، فبخلص الشغل بس ما يكونش عندي شغل بطلع من مصر باجي هون بروح دبي يعني. يحكي لي بيحس بي لو يبقى جنبه بألف خير. ما منقدر نبلش نهارنا إلا بضحكة صغيرة من ملائكتنا وأطفالنا. جينا اليوم على مركز الأمل للسرطان حتى نشوف الفرحة والبسمة بوجوه ملائكتنا. جينا اليوم لنتعلم منهم درس للصبر والإرادة. خلينا نقول لهم كل عام وأنتم بخير، لأن الفرحة الفرحة بعيونكم وقلوبكم، وربنا إذا بحب بني آدم كتير ببليه. خلينا نشوف ملائكتنا لليوم. مرحبا بكل عين طلت والعين منها
والله ما ملت. يا هلا بكل ضيف والبيت بيتك، يا هلا بكل وافد موجود معنا. انتو بدياركم وبين اهلكو، ويا هلا فيكم بعمان بلد الامن والامان. مرحبا، يعطيكم الف عافيه، يا احلى فرقه. كل عام وانتم بالف خير. انت بالف خير، اهلا وسهلا. كل عام وانت بالف خير. خير ينعاد عليك يا خلص رب. تفضل احكي، انا ما راح احكي. يلا مصحانه شوي، ما حدا يحكينا. كل عام وانتم بالف خير، ينعاد عليكم يا رب، ان شاء الله ايامكم كلها اعياد، واهلا وسهلا فيكم. اسمع زقفه، كثير مبسوط فيكم. شكرا. شكرا. داعي لعندي بقلبي غلي، نامي بعيوني ومثلي، بدي اياكي حد تضلي واللي بده يصير يصير. داعي لعندي بقلبي غلي، نامي بعيوني مثلي، بدي اياكي حد تضلي واللي بده يصير يصير. يلا سوا. شو قصة تعي لعندي؟ شو ايش؟ ايش هالاغاني اللي عم تاخذ نمبر 1 بالفضائيات يعني؟ الحمد لله، اول شيء رضا من رب العالمين ورضا الاهل ورضا من العالم اللي بيحبونا، وهيك ان شاء الله يضلوا رضيانين علينا وضل محطتهم على طول. مالي شغل بالسوق، مريت اشوفك، مالي شغل بالسوق، مريت عطشان حفن سنين واروي على شوفك، عطشان حفن سنين واروي على شوفك.